من موقع ضويون الاتحاديون، فإحنا راح نضع يعني تفاصيل المنهاج في الموقع. فهذا الأسبوع الأول إخواني وخواتي تنقر هنا. منهاج أساسيات ومبادئ البحث والاستنتاج الفكري التحليلي الروحي الفلسفي في اتصالاتنا بالكائنات الكونية. فهذا المنهاج يبدأ التسجيل به من الآن. نبدأ السبت شباب 20/4/2024. فتفاصيل المنهاج هذا الأسبوع الأول، لدينا الساعة الأولى مبادئ وأساسيات في طاقة الوعي الكوني وتفعيل طاقة الوعي الكوني في الاتصال بالمركبات الكونية في سماء الأرض. فهنا نوضح أساسيات الوعي الكوني الذي يعيشه الإنسان، ومن خلال هذا الوعي كيف يقوم الإنسان بتفعيل هذه الطاقة الكونية بحيث يكون هو بتفاعل مستمر مع المركبات الكونية. وعينا في حقيقته هو وعي تبادلي، نحن نرسل نستلم باستمرار. وعينا هو وعي معلوماتي، ووعينا هو وعي كوني، ووعينا هو طاقة خارقة شباب. هذه الطاقة فوق الزمن وفوق كل المحددات، وهذه الطاقة تؤثر على الأبعاد العليا الغير منظورة. هذه الطاقة تؤثر على أعماق الأرض، بل حتى تصل إلى أعماق الأكوان، ما فيها زمن هذه. وحتى نقول من صفات هذه الطاقة أنها تتصل بأحداث الماضي وبالمستقبل، بل أن هذه الطاقة تكون أو تصبح كل الأشياء المادية وغير المادية أيضا. من أجل تفعيل هذه الطاقة بالاتصال بمركبة كونية، فهنا التركيز حقيقة مهم جدا، أيضا بناء النوايا مهم. فتسأل نفسك لماذا تريد أن تتصل بمركبة كونية؟ التركيز يتم عن طريق أنك ترسل فكر أو نوايا الاتصال بمركبة كونية، وهذا يسمى بالسكانينج، والذي يمثل المرحلة الأولى من الاتصال. فنعمل جلسة في الساعة الأولى، نقوم فيها بالاتصال بمركبة كونية في سماء الأرض. أنت تقوم بإرسال رموز وإشارات وصور للشيء الذي أنت تريد أن تتفاعل معه. الساعة الثانية لدينا مقدمة في تاريخ ظهورات المركبات الكونية في العصور الأولى. العصور الأولى يعني هو ما في حقيقة مصطلح الأول والثاني، بس هو هذه احنا نستخدم هاي اللغة فقط للتوضيح. فاحنا حنرجع 2,000,000 سنة قبل أطلنطس ولوميريا، وأيضا في حضارات نسميها أثناء أطلنطس ولوميريا وما بعد أطلنطس ولوميريا، تعرفون حضارات الهند وسومر ومصر والمايا. فهي تلك الفترات من تاريخ الأرض كانت هناك حضارات كونية ومجتمعات كونية عظيمة تعيش فيها الأرض. لم يصل لنا تماما شكل تلك الكائنات وطريقة عيشهم إلا صورهم، والتي هي عبارة عن نحت أو رسم، وأيضا لدينا مجاميع متنوعة من الرموز المنقوشة على الأحجار والتي تمثل تعابير عن حياتهم وطريقة تفاعلاتهم فيما بينهم. ونحن حتى قلنا يعني وضحنا في محاضراتنا شباب أن مصر الأولى حقيقة بناها أو بنتها كائنات كونية، والتي هي الأسوديون الكونيون، وما تزال هناك بعض النقوش والرسوم في بعض من المناطق الأثرية في مصر والتي ترمز إلى الأسوديين الكونيين. لكن عموما كائنات تلك الفترات هي كائنات متطورة تكنولوجيا، حيث كانت لديهم مركبات كونية يسافرون من خلالها إلى أعماق الأكوان. وزيارة إلى الأرض قبل 2,000,000 سنة، نرجع قبل 2,000,000 سنة إلى الوراء إلى الماضي، ماذا نجد هناك؟
نجد هناك المدن بمعماريتها التكنولوجية والبناءات الهندسية مثل الأهرامات، والتي كانت حقيقة الأهرامات موجودة في كل مكان في الأرض تقريبا. وهذه صورة، هي هذه مركبة الفيمانس، تلفظ مرات فيمانا مرات يكتبوها فيمانس، والتي وصفت في الحضارة الهندية على اعتبارها أنها مركبة كونية يقودها أو تقودها آلهتين. الساعة الثالثة نناقش، نبدأ بمناقشة الكتب، فنناقش جزء من كتاب أسرار محرك الدفع المضاد للجاذبية بول لافيوليتي، ولدينا أيضا شباب مناقشة هذا الكتاب، وهذا كتاب مهم جدا، تقارير استرجاع المركبات الكونية التي سقطت للباحث ليونارد سترينغفيلد، وهو معروف حقيقة. خلال الأسبوع الأول أيضا شباب الطلاب الذين يلتحقون بالمنهاج يقومون بدراسة محتويات هذه الفيديوهات. لدينا 4 فيديوهات، هذه أمامكم. الكون العظيم يبارككم شباب، تقبلوا تحياتي.